تعالوا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي في فروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا النهاردة الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق الاتحاد السكندري الساعة 9 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري. والمميز في مباراة اليوم أن هي هتشهد مشاركة عدد من شباب النادي الأهلي اللي طبعا تم تصعيدهم من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره ويكونوا بيشاركوا مع الفريق بشكل اساسي في المرحله القادمه. يعني ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى. حيانو جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي بتستعد بشكل قوي جدا للموسم الجديد. يعني كمان كان تم الاعلان عن عدد من الصفقات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي. خلونا في البدايه نبدا بكره الطايره وسيدات كره الطايره. بتجدد عقد كابتانو طبعا كابتن الفريق نهلة سامح، وأيضا اللاعبة آية الشامي واللاعبة دعاء الغباشي لمدة 4 مواسم. يعني طبعا هم عندهم خبرات كبيرة جدا إن شاء الله كالعادة يكونوا إضافة لفتيات الذهب. نروح بقى للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد أيضا بتتعاقد مع اللاعبة تؤى كامل، اللاعبة طبعا قادمة من صفوف نادي 6 أكتوبر الرياضي، وتم التعاقد معاها لمدة 4 مواسم. إن شاء الله أيضا تكون إضافة كبيرة لسيدات كرة اليد وتحصد معاهم بقى جميع البطولات هذا الموسم. كمان رجال كرة اليد الحقيقة بيواصلوا استعداداتهم للموسم الجديد. طبعا زي ما احنا عارفين هما بيتمرنوا فترتين في اليوم، بيكون الأول في فترة بدنية في صالة الجيم، بعد كده مباشرة بتكون فترة فنية طبعا بالكرة على الصالة هنا في النادي الأهلي. بيستعدوا بقى بشكل قوي جدا للموسم الجديد واللي هتبدأ منافساته الشهر القادم شهر سبتمبر. نروح كمان للعبة كرة السلة. وسيدات كرة السلة أعلنت عن تجديد عقد اللاعبة المميزة جدا الحقيقة نادين السلعاوي لمدة 4 مواسم. كمان تم التعاقد مع اللاعبة ميرال أشرف وهالة مصطفى أيضا لمدة 4 مواسم. إن شاء الله بقى يعملوا موسم كبير جدا مع النادي الأهلي. كمان معانا اخبار متعلقه بكره السله. رجال كره السله واللي اعلن الاتحاد المصري لكره السله عن بقى موعد انطلاق المسابقات للموسم الجديد. كاس مصر هينطلق يوم 16 اكتوبر وهينتهي يوم 21 مايو. دوري المرتبط هيبدا يوم 21 اكتوبر وهينتهي في 29 ديسمبر. وكاس السوبر اللي طبعا هيكون بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري واللي مقرر اقامته يوم 12 يناير. وكمان دوري السوبر اللي هيبدا يوم 3 يناير وهينتهي يوم 23 يونيو. يعني طبعا مجهود كبير جدا الحقيقه مبذول من قبل النشاط الرياضي داخل النادي الاهلي باداره طبعا كابتن خالد العوضي. موسم هيكون تشالنجينج جدا طبعا، كل الانديه اصبحت بتهتم بالالعاب الاخرى، لكن طبعا ده كله في صالح الرياضه المصريه. يعني دي كانت ابرز الاخبار. طبعا قبل ما اختم كلامي حابه اقول لزميله العزيزه جدا نهاوند سيري كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك، وان شاء الله دايما منوره شاشة قناة النادي الأهلي. والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. والله يا هنا انت يعني من المراسلات فعلا، ودايما بنقول ده انا وكريم المتميزات جدا والذوق جدا. اشكرك جدا زميلتي العزيزه هنا ابو القاسم على هذه كمان التغطيه الاكثر من رائعه كالعاده، يعني جميله هنا جدا جدا.